كان لدينا اليوم مشاركه في مجلس حقوق الانسان في دوره 43 عن الانتهاكات التي تقوم الميليشيات الحوثيه في حق اليمن، وكانت الورقه عن تدمير البنيه التحتيه والتاريخ اليمني. حتما ذكرت هذه الورقه المنهجيه لميليشيات الحوثي في تفجير وقصف الممتلكات العامه والخاصه في اليمن، مستشفيات ومدارس وطرقات وجسور، وتفخيخها ايضا بالالغام والمفرقعات لهذه الممتلكات العامه والخاصه. كذلك ذكرنا قصف الميليشيات الحوثيه لمصافي عدن وكذلك الكارثه البيئيه اللي هي خزان صافر الواقع في ميناء راس عيسى الذي يقع تحت سيطره ميليشيا الحوثي، والذي يتعرض للتاكل وقد يهدد بكارثه بيئيه تضر البيئه وتضر كذلك الدول المطله على البحر الاحمر ليس فقط اليمن. الميليشيات الحوثيه اعتمدت على تخريب المواقع التاريخيه والاثريه والمهمه. كذلك قامت الميليشيا الحوثيه بنهب القطع الاثريه وبيعها للخارج للارتزاق منها عبر قيادات وعبر متخصصين ومهربين، وقامت بتدمير المواقع الاثريه اما باستخدامها كسكون عسكريه او بتدميرها عمدا، كما دمرت قرابه 63 موقعا اثريا في محافظه الجوف وسبعه في محافظه ذمار، وقامت بتهريب القطع الاثريه كثير من القطع الاثريه وعلى راسها المخطوطه التوراة التي هربت لخارج اليمن، وكذلك استخدامها كسكون عسكريه كما استخدمت قلعه القاهره في تعز. ما هي مطالباتكم؟ قمنا بطلب من الامم المتحده واليونسكو بتغيير لغه التعامل مع هذه الميليشيات والتعامل معها بجديه وصرامه للضغط لايقاف الانتهاكات ذات الاولويه، وعلى راسها ايقاف تجنيد الاطفال، ايقاف حصار المدن، ايقاف اعتقال واختطاف والتعذيب في السجون، كذلك ايقاف التلاعب بمستقبل اليمن بغسل الافكار ذات الذي تحمل طابع الكراهيه والعنصريه، وكذلك بحمايه المواقع الاثريه عبر منظمه اليونسكو.